حياتنا صعبة جدا، الثلاجة عندي فاضية، زوجي قاعد عن العمل، بناتي بيطلعوا على المدارس بدون مصروف، بيجوا من المدارس ما بيلاقوا اللقمة، حفظ الله صفة الطحين ما في بيت في بيتي. أنا بتقاضى شؤون اجتماعية ومعيد أزمة ومعيد أوتوميزن وعندي زوجتي معيدة كلى وإلنا سنة وسبع شهور أو أكثر واقف عنا الشؤون الاجتماعية اللي هو مستحقات الشؤون، تراكمت علينا الديون بين الصيدلية اللي حق علاج يعني ما بنلاقيهوش في وزارة الصحة بنضطر نروح نتداين من الصيدلية، والدكاكين بطلت تدايننا من كثر الدين اللي تراكم علينا، وحياة صعبة جدا. أنا واحد أو أسرة واحدة من 81 ألف أسرة في قطاع غزة، وكلنا بنعيش نفس المعاناة. يعني اطرق أي بيت من اللي بيستفيدوا شؤون اجتماعية حتلاقي حياتهم يعسى لها. تستمر معاناة المنتفعي الشؤون الاجتماعية بسبب توقف السلطة عن الوفاء بالتزاماتها تجاههم. هؤلاء البالغ عددهم 150 ألف أسرة بواقع 80 ألف أسرة في قطاع غزة. هذا الأمر أدى إلى مفاقمة معاناتهم، فشكات الشؤون لم تكن تكفي في السابق، فما بالك عندما تتوقف السلطة عن لمدة عام وسبع أشهر عن تسديد هذه الالتزامات. هذا الأمر أدى إلى انعدام الأمن الغذائي لدى هذه الأسر وارتفاع نسب الفقر والبطالة، عدا عن توقف هذه الأسر عن تسديد الحد الأدنى من التزاماتها تجاه الخدمات المختلفة، وأدى إلى طرد عدد منهم من بيوت الإيجار، إضافة إلى توقفه عن تسديد رسوم الجامعات.